قرية أنكنيني. هذا مسجد يعني بنيتموه في هذه القرية ما شاء الله، قريب من مورندافع في جنوب متقشقر ما شاء الله. هذا مدخل المسجد، هذا هو مدخل المسجد، وهذا هو المسجد من الداخل مع المنبر ما شاء الله. وأما هذا فهو مصلى النساء في الخلف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه بيوت القرية يسكنون في هذه العشش. الله المستعان، نحمد الله سبحانه وتعالى على النعم.